لحكاية الليلة، ورغم المحنة اللي فيها كاينة منح جميلة. أنا أكيدة أنهم بعد هذه الحلقة تأكدوا بلي أنكم غادي تخرجوا فرحانين ومتفائلين، وغادي تحسوا بالروح الجميلة ديال صاحبة الحكاية فاتن. فما تمشوا فين وبقوا معي باش تسمعوا لهذه الحكاية، لأنها غادي تعلمكم بزاف ديال الدروس اللي خاصينا في الحياة. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي ليك. كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه، احوركم طيبه. قبلوا عليا هاد الايام لانه غادي تكون الحكايه ديالنا صوت بدون صوره، وحيتاش الونيسه ديالكم فضلت انها ما تخبرش عليكم، لانه ما شاء الله الاكثريه غادي يصوت باش انه يسمع الصوت وما عندوش مشكل في الصوره، كيف ما البعض منكم الله يحفظكم ليا اختاريتو باش انني نمشي نرتاح. ولكن بما انكم تكنون المحبه ليا فانا غادي نبقى معكم، فخير ما نتعطلش عليكم اكثر ونقول لكم يلا لنبدا. انا فاتين، قصتي طويله بزاف، وهادشي اللي غادي نعاود لكم غادي يكون اكثر فارق عندي في حياتي، غادي تكتشفوا معايا. انا هي صغيره في خوتي، دازت طفولتي عاديه وزوينه. با كانت تمشي للخارج تخدم وتصيفط لماما الفلوس واللي كانت مكلفه بينا، اما الام ديالي كانت واحد المراه اللي هي قاده ومقدوده، دارت الحوانت وكانت حاضيهم هي وخوتها الدراري اللي كانوا كبر منها، كانوا معاونين على الوقت وعايشين بخير وما خصنا والو. انا كنت ديما تنحلم انني نكون قاضيه، ودائما كنت نلعب في الدور وانا صغيره. قريت ومنين كبرت درت الحقوق باش انني نوصل داكشي اللي بغيت. شديت الاجازه ديك الساعه، كانت الاجازه على 4 سنين. انا ذاك في الهيئه ديالي صراحه كنت انسانه اللي هي مقبوله بزاف، واي استاذ كنت كنقرا عنده ما يمكنش ما يقول ليش انني راني بغيت كفاتي للزواج، ودائما البنات كانوا تيقولوا لي سعداتك الاساتذه تيهضروا معاك. وانا ما كانتش نهائيا عندي الفكره ديال الزواج، كنت تنقرا وتنخدم وفي نفس الوقت كنت تنطبع للناس البحوث. مع انا ذاك بابا كان شرى ليا واحد البيسي، وكانوا البنات كيخلصوا ليا 5 دراهم الورقه، كنت مدوره الحركه وانا مازال تنقرا. من بعد غادي نخدم مع محاميه لمده عام، وفي نفس الوقت كندوز في لي كونكور، وسبحان الله العظيم ما غادي ننجح في حتى شي واحد فيهم. تخيلوا معايا انه كيدوز الامتحان ساهل وعادي، وفي الاخير تلقى راسي بلي انني مهزونيش فيه في جميع الوزارات وديال القضاة والمحاماة وديال الموثق، ولكن حتى واحد ما قدرتش ننجح فيه. من بعد غادي تعرفوا علاش، انا ذاك ما كنتش عارفه علاش، وكان تيبقى فيا الحال. ولكن كيف قلت لكم بقاو تبين معايا القصه وغادي تعرفوا بلي انا ربي مقدر امور واحد اخرين وكانوا احسن. واحد خويا في الخارج غادي يصايب ليا البرجمه وقال لي بلي انه ديري الفيزا وتجي عندي شي شويه باش انك ترتاحي واحد الشهر. طبيعه الحال اختكم فاتين غادي دير الفيزا فيها 3 شهور، وبالزربه ما عطلونيش. الشهر اللي جيت فيه هنا كان هضر معايا شي واحد من المغرب اللي كان مهندس دوله، اللي كان تيقول لي بغيت نتزوج بك فاتين، وهو كان في نفس الوقت خو صاحبتي. انا قلت ليه صافي حتى نشوف، المهم احنا على تواصل. جا هو كيدوز فيها ستاج وانا جالسه تما عند خالتي، كنت كنتواصل معاه من الفيكس ديالها حيت ما كانش داكشي ديال التليفونات انذاك. هادشي كندوي لكم على 2000. واحد النهار غادي يهضر معايا وقال لي اندرا عندك تكوني دبرتي على راسك وتزوجتي بولد خالتك شي زواج عن بياض. انا ما عجبنيش الحال فاش كان قال لي هذا الكلام. ولد خالتي صغر مني وتيقول لي كتعجبيني، وما كانش هو قاري بزاف وخدام غير في لوزين، ولكن فاش جيت لتما كان تيخرجني وكيدورني وكيعلمني نسوق. غادي بدا يقترح عليا واش نبغي انه يتزوج بيا، ما قلت ليه والو حيتاش صراحه حشمت، ولكن كنت باغا حيتاش فعلا كان كيبين ليا بلي انه كان كيحترمني وكيتعامل معايا مزيان. غادي نبقى تما حتى تزوجنا، ودرنا العقد ورجعت للمغرب باش درنا العرس ورجعت معاه. كل شي جا هاد الزواج غريب، كيفاش فاتن قارية وبغى دير هادي وهادي وكان باغيها فلان وفرتلان وخدات ولد خالتها وخا ما عندوش. ولكن صراحة عمرني ما ندمت عليه، عمرني ما ندمت على هاد الاختيار ديالي بأنني تزوجت به وخا صغر مني وخا ما عندوش شي خدمة، حيت هو الوحيد اللي ربي كان عارفه بلي انا غادي يصبر لي على هادشي اللي غادي يدوز عليا. المهم تزوجنا وبغيت نفاليدي الدبلومات ديالي تما في مده عام، ولكن خالتي ما خلاتنيش، بمعنى امه اللي هي حماتي وفي نفس الوقت خالتي. واش بنتي اللي تزوجتي يبقى يقرا؟ ولدها كان كيسمع لها بزاف حيتاش كان قريب منها وكان يتيم الاب، وكانت هي ويا واحد العلاقه في شي شكل. المهم تزوجنا، صبرت وجلست وقلت ماشي مشكل، ولكن غادي نحمل بالزربه لانه ما كانتش التوعيه الجنسيه، ما فهمونيش من قبل بزاف ديال الحوايج. ما قالتش يا ماما اشنو خصك ديري باش ما تحمليش ديك الساع، ها كيفاش الفانيه تشربي الى ما اخره. المهم قصتي طويله غير في داك العرس وكيفاش حملت، ولكن ما كتهمش التفاصيل لانه ماشي هذه هي اساس قصتي. المهم ولدت ولدي الاول، وبقيت نقول ماشي جيت لهنا باش انني نبقى جالسه، فكنت كنحاول انني نتعلم اللغه باش نطلع النيفو ديالي،
وغادي نوض نخدم في الريستورا، في الميناج، في لوزين، في اي حاجه واي خدمه. المهم خدمت بزاف، كنت ندبر على راسي حتى لقيت واحد الخدمه في الريستورا اللي كنت نغسل فيها المواعن. وعاوتاني تخيلوا معايا، لقيت راسي حامله وما عارفش كيفاش، علما انني كنت كنشرب الكينه. ولكن باش نجيكم الصراحه، ما كنتش عارفه الطريقه باش كنشرب الكينه لانه كنت كنخالف السوايع. المهم ولدي كان مازال ما كملش عامين، وصدقت حملت وقلت ما عليش، وبكيت حتى عييت، وبقيت خدامه حتى وصل الكونجي ديالي باش انني نولد. وجلست وجلست 3 سنين كونجي اللي كنت كنتخلص فيها بحال كنخدم. المهم بقات اختكم فاتين بحال هكا جالسه غير في الدار، وكنربي في وليداتي ومكافحه معاهم حتى درت من 9 شهور. المهم انا عندي واحد اختي اللي منين كانت عندها 17 سنه، وهي كان عندها سرطان العنق الله يحفظ الجميع، وعانات ودارت بزاف من الحصص نتاع الشيميو حتى مسكينه قرعت وعنقها كحال ورقاقت، وصلت بها الدرجه انها ولات فيها 36 كيلو. انا ذاك كنت كندوز عندها من الجامعه للسبيطار، وانا ديك الساعه في المغرب. من بعد غادي تبرى لمده 7 سنين، فرحنا ونشطنا حتى دارت بنتي 9 شهور في 2005. اختي غادي يرجع لها المرض من جديد، وما نقولش لكم رجعت عندنا الكنازة من جديد في الدار. موبا ما بقاوش قادين يعطيو شي حاجه، لانه باعوا اللي قدامهم واللي موراهم باش يداويوها، حيت بزاف ديال الحوايج اللي ما كانوش كيتعوضوا من طرف الدوله في المغرب. كانوا كيقولوا لماما سيري شوفي المحسنين، كتقول لهم انا راني ما عارفاش شكون وما يمكنش نمشي نسعى الناس. فقررت انا وخويا باش اننا نتكلفوا باختي حيت والدينا مساكن عياو، جبناها لعندنا هنا بفيزا اللي كانت ميديكال. في الاول حنا اللي كنا كنخلصوا عليها، او بالاحرى خويا غادي يخلص عليها في الاول واحد 3 ديال المليون. وداروا ليها سكانر وقالوا ليها بلي انك عندك الكونسير في حاله متقدمه جدا، وبلي انه كان عجيب انه يرجع لها داك المرض لانه من بعد هاد السنوات ما خصوش يجي. المهم هاد المره رجع ليها بدرجه 70%، وحنا بقينا تنطلبوا الله، رجعنا في الله. وبقيت نبكي عليهم في السبيطار، واحد طبيب فرنسي قال لي شوفي يا مدام انا غادي نشدها واخا اختك ما عندهاش الوراق، وما غاديش نعطيكم الفاكتورات، ولكن حاولي انك تطلعي لها الوراق باش نتكلف بها في اقرب وقت. كيفاش غادي نطلعهم ليها دكتور؟ سيري عند لاسيستانت سوسيال وغادي تقول لك شنو غادي ديري. مشيت لعندها قالت لي دابا ما نقدروش نعاونوها حيتاش عندها الفيزا، خاصها حتى تولي مسميه باللي انها حارقه عاد ديك الساعه كديري واحد المعاونه اللي كيديروها الناس اللي ما عندهمش الوراق. المهم خلينا اختي حتى سولوا ليها الوراق ولات كتعاونها الدوله، ولكن ما غاديش يخلصوا عليها دوك الفلوس الصحيحه نتاع العمليات. غادي تجمع لينا داكشي بلا ما نقول لكم شحال، وما خليت حتى بابي لو دقيتو تلقينا واحد الجمعيه اللي كل شهر كانوا كيعاودوا ليها الوراق. المهم دازت عليا حفظوني الكلوارات ديال دوك السبيطارات اللي كانوا في الخارج، وما خليت فين دقيت. وها هي اختي بدات كداوى وانا كنمشي معاها، مع ديما كانت كتبغي وكانت تصر انني نكون معاها، كنت ليها سند. يعني انا غير تنفيق كندير الفطور، كنحط ولدي في الروض، وكندي معايا بنيتي الاخرى واختي للسبيطار. وبلا ما نقول لكم المعاناه اللي دازت عليا، تنحاول دائما انني ما نبكيش، ولكن المعاناه انا بوحدي هنا وراجلي باقي صغير، لا هو لا انا. كلشي كيقول لي ما كيتحملتي هذه المسؤوليه فاتن وانت باقا صغيره ومازال ما عشتو ومازال ما درتو حتى حاجه في هذه الحياه. فعلا هذا الشيء كاين، لقيت راسي هز مسؤوليه كبر مني. حتى اليوم وانا كبيره عندي عقده انني نحمل وليداتي شي مسؤوليه. المهم ضغطت على راسي بزاف، وخويا ما قدرش ولا يعاونني بشي حوايج اللي هما قلال بزاف. اذا بغيت غير ندي اختي للسبيطار في مدينه واحده اخرى كنت كنقولها ليه باش انا يديني، واذا بغيتو يديني السيمانه اللي من بعد خاصني نقولها ليها، نقولها لاختي باش تقولها لي هو. المهم بزاف ديال التفاصيل حيتاش فعلا دازت عليا، وما صبر عليا الا راجلي. واخا داك الصبر اللي صبر عليا هو عاوتاني انا كنت كنصبر عليه في بزاف ديال الحوايج باش ما يهضرش معايا على اختي. اختي مسكينه عانات معايا وعانيت معاها، وكانت تجلس معايا في الدار، وكان عندي غير بيت النعاس والبيت اللي حدايا اللي فيه بنتي وولدي. اختي فاش كانت كتكون مريضه في اكثر الاوقات كنا كنتجمعوا كاملين في بيت النعاس، وهي بوحدها كنخليوها في داك البيت باش انا ما نصدوهاش. كنا ساكنين في بارطمان اللي هي صغيره، واذا هي دات الشيميو كنت مسكينه كنطلعها على ظهري. وهنا في هذه المدينه ما كاينش اللي ما يعرفنيش بهاد اختي. واحد النهار ملي اختي تزاد عليها الحال باش عرفوا انها ما دارتش وراقيها بالزربه باش انها تهبط للمغرب، وكتبقى كتعصب مع المرض وكلشي انا اللي كيتخوى فيا، الراجل كيصبر عليا حيتاش كيبغيني، وفي نفس الوقت انا مضطره انني نغمض عيني على بزاف ديال الحوايج تيديرهم حيتاش هو داير معايا هذا الخير. ما عليناش. المهم غادي تصايبوا لاختي الوراق وبدات تقدر تمشي للمغرب. بعد المرات تمشي معايا، بعد المرات كنقطع عليها وتديها لاسيستونت وكتعاود ترجع.
وسط هادشي كله راه اختي كانت مزوجه في المغرب، ولكن في اوروبا ما كناش قلنا بلي انا مزوجه، والا غادي يقولوا لي بلي انا وراجلها هو اللي يقوم بها. كذبت وحصلت في هاد الكذبه اللي غتعرفوها من بعد كيفاش. منين اختي مشات واحد المره المغرب غادي تحمل مع راجلها ورجعت لعندي، وباش تحمل راه كانت معجزه الهيه عجيبه، حيت حتى شي طبيب ما بغى يدخل لهاد القضيه لراسو. في المغرب بعدا فاش مشات تدوز عادي غورقاوها حامله بربع شهور، قالوا لها راه ما يمكنش هاد الامر، السيده فيها غير 36 كيلو والرقيقه، وديك الحموليه تخيلوا معايا ما بانتش فيها. المهم جات هكاك، شنو غادي نديرو ما نديرو، قدر الله ما شاء فعل. ولكن اختي غادي تولد وغادي تموت، ومستحيل شي وحده بالصحيحه ديالها تحمل وتولد وتبقى بخير. فاش جات لهنا البروفيسور ديالها بقات غير كتويل، كيفاش تحمل راه هادشي لا يمكن، وانا ما عمرني خرجت لها شي كينه ديال الحمله، حيت عارفها بلي انه لا يمكن ابدا وقطعا باش انها تحمل، حيت دايره بزاف ديال لي راديوثيرابي. ولكن حملات، واخا كانت حامله كانت مريضه، كانت عندها واحد الثقبه في عنقها، كل مره كتوسع ليها حتى ولات قد شنا هي وبانوا منها العروق. واحد النهار فيقاتني بالليل، وهذا المشهد اللي غادي نوصف لكم دابا راه واخا تشوفوا افلام الرعب حتى تعياو ما تكونوش شايفين بحال هذا المنظر. فيقاتني في نص الليل وعنقاتي طوش في الحيط بيض ديال بيت ولادي، كنشوف داكشي انا راه تخيلوا معايا سخفت وطحت. اختي مسكينه باش ما تخلعنيش كتقول لي صافي افاتين صافي، جبت واحد الباندا وزيرت على عنقها وجبت لي الماء بدات كتكبو عليا باش فيقاتني بزز، وانا خايفه كنترعد. ديك الساعه غادي نعيط على الاسعافات وكل كنترعد، تيسولوني شحال عندكم ديال الدم شحال هادي، كيكثروا معايا في الاسئله، انا صافي ما قادراش حتى نجاوب. غادي نعيط غير على واحد جيراننا اللي عيطت عليه باش انه يتكلف ويعطيهم المعلومات. جاو دو اختي تبعتها كنلقى السبيطار مقلوب كله تيدويو على هاد الشيء بلي انه مستحيل هاد السيده تعيش، لدرجه انه الطبيب قال لخويا واش عمرك شفتي شي واحد متقوب ليه لاخطير ديالو غادي يبقى عايش، راختكم غادي تموت، غير جلسوا اختكم وصافي، حيت كاينه عمليه يمكن ديروها في هاد البلاصه الفلانيه، ولكن شوفوا ما غاديش نقدر نقول لكم بلي انا غتنجح واخا حتى 1%، حيت مستحيل اختكم انها تعيش. المهم هما بغاو يديوها بالهليكوبتر ولكن ما لقاوهاش، فغادي يديوها في لومبولونس مع البوليس اللي كانوا كيسرحوا الطريق بواحد السرعه نتاع تقريبا 200 كيلومتر، غادي نتبعوهم ولكن ماشي بنفس السرعه. المهم لحقنا عليهم، دخلت على اختي وقالوا لي اول عمليه في تاريخ هذاك السبيطار اللي كان عريق غادي دار باش انها تولد في البلوك، عمليه قيصريه باش يجبدوا لها البنت وفي نفس الوقت يديروا عمليه باش انهم يسوديو لاختير اللي عندها. حنا صافي جلسنا تما تنبكيو على اساس انه اختي غادي تموت، وهذيك البنيته صافي راه ميته، حيت داك الطبيب الاول قال لنا بلي انه ما تبقاوش تسولوني على البيبي حيت صافي راه غادي يموت اختكم، وشوفوا شوف عاد داكشي اللي في الكرش واش كيوصل ليه الاكسجين ولا لا، لاختير اللي عندها في عنقها راه تقطع ليها وحتى حاجه ما كدوز ليها، عاد داك البيبي اللي في كرشها. حنا قطعنا ياسنا، ولكن حيت حنا مسلمين بيننا وبين مولانا كاين واحد البصيص ديال الامل، ما تنامنوش غير بالطب حيت كاين فوق منه القدره الالهيه. فبدينا كندعيو كنطلبوا الله كيف قلت لكم مع بصيص امل انه اختي غادي تنوض من جديد، وداك البيبي ما كانش فيه شي امل كبير صراحه. المهم شويه غادي يخرجوا واحد البنيته اللي صراحه كانت على مزيناتها وبيوضه وغليوضه وحميمره، انا بقيت جالسه ما تحركش حيت جاتني حجب ما يمكنش تكون هذه بنت اختي. شويه غادي تقول لي الفرمليه اجي تشوفي بنت اختك، والله يا خوتي اذا فاش شفت ديك البنيته ليومنا هذا ديك النظره اللي كل ما شفت في وجهها كان فرح وكانني انا اللي تساديت من جديد، ولكن ملي شديتها في يدي بديت نقول امها امها شوفي فاتين دابا شدي بنت اختك ومن بعد نشوفوا شنو كاين. مرت خويا قالت لي اجي نديوها لبلاصتها حيت اختي بقات في يد الله، حيت عاد غادي يبداو ليها العمليه اللي فيها خصهم يحلوا ليها عنقها كامل باش انهم يسوديو العرق اللي تقطع وشوف شوف واش تعيش ولا لا. هاد النهار داز عليا حالته، من بعد 7 ديال السوايع قالوا لينا صافي العمليه راه نجحات سيروا تنعسوا، مشينا نعسنا. لغد ليه قالوا لينا غادي نديروا لكم اجتماع عائلي نتوما المقربين ليها وغادي ندويو معكم باش اننا نهيئوكم قبل ما نشوفوها. اختي مسكينه غادي يحلوا ليها عنقها وخواوه وورونا اشنو خواو منه وهرسوا لها شي عظم اللي تيكون شاد لينا كتافنا باش انه يقدروا باش انهم يقدروا يوصلوا للعرق. ومن مور هذه العمليه غادي يخص عمليه واحده اخرى باش انهم يحيدوا من شي بلاصه للحيمات ويحطوهم في داك الثقب باش انهم يسدوا حيت لا يمكن انهم يخليهم حلول. المهم مهدونا لهذا الشيء، وها هي اختي دخلوها في كوما باش انها ترتاح فيها.
بقات اختي 3 شهور في الانعاش، واخا فقط غادي تكون كتشوف غير بعينيها وكتنفس من حلقه خاشي ليها التيو، وعاود داروا ليها واحد الثقبه في المعده باش انها تدوز ليها الماكله حيت فمها تزير. واخا حيدوا ليها السنان من بلاصتهم مع كانت مكززه عليهم لدرجه انه الصبع الصغير ما كانش كيدوز ليها من تما. المهم قلنا نصبروا لحكم الله حتى يدير مولانا شي خير. المهم في هادشي كله انها هي باقا عايشه، واخا تشلات من النص نتاع يديها ورجليها تقلت عليها لدرجه انه اللي كان شافني جراه في الكروسه تيصحاب ليه بلي انه هي معاقه كلها، ولكن غير حيتاش كتعيا بزاف وكنضطر انني نهزها وكان عيا فاختاريت انني نستعمل الكرسي المتحرك. المهم ما خرجت من السبيطار حتى جات ماما هي وبابا وعاونوني شي شويه في البنيته. تخيلوا معايا من صغري وانا انسانه كنت طبيبيزه، ولكن في هذا الوقت اللي كانت فيه هذه المحنه قود سيرو اجي والاخبار واللي ترقيقه غير بقوا ديك تماره. المهم منين جات ماما واحد النهار طلبت اختي انها تنعس معها في السبيطار، ولكن ديك الليله اختي غادي يسكت ليها قلبها تخيلوا لمده 14 دقيقه، عاد من بعد رجع ليها كيضرب عيطوا علينا اجيو تواداو مع اختكم. راجتها سكته قلبيه. مشينا في الليل لقينا ماما كتغوت وكتبكي واللغة ما كيناش. شويه ها هو قلب اختي بدا كيضرب من جديد ورجعوها الكوما باش انها ترتاح لمده شهر. وعاود انا كل نهار كنمشي وكنجي وبعيد عليا والمعاناه مع تفاصيل كثيره. انا ذات ما كنتش تنسوق في الطريق طويله، ولكن منين وليت معروفه عند لومبولونس تخيلوا معايا ولو اذا كانوا غادي لمدينتي كيديوني حيت بحيله وليت الكليانه ديالهم بقوه ما انهم كيشوفوني بزاف وبقيت فيهم، ولاو كيديوني وكيجيبوني معاهم. راجلي خدام بالليل وبالنهار وخاصو يحضر ليا الوليدات، وانا وسط هادشي غادي نزيد الثالث لانه انا وراجلي قبل ما نتزوجو كان هذا هو الشرط ديالو، وزدت في وسط ديك الظروف. في اخر المطاف غادي تخرج اختي وبدات كدير الترويض وحيدوا ليها طرف من صدرها باش غطاو ليها تقيبه ديال العنقه. غادي تجي معايا للدار وجا معايا جيش من الممرضين باش انهم يوريوني اش مندير في هادي وهادي، وانا نذاك ما كنت عارفه والو، ولكن والله العظيم وسط هادشي كامل رب ذره نافعه شحال من حاجه تعلمتها اللي غادي تنفعني من بعد. بزاف ديال الحوايج اللي بزاف مني تعلمت ليهم ووليت كانني اكثر من ممرضه، كلشي تنديرو من كثره الاحتكاك باختي النهار كامل. في هاد الظروف ما بقيناش في ديك البارتمان وربي قسم لينا اننا شرينا ارض وبنينا عليها فيلا. راجلي كان كيلعب مع واحد الفريق ديال واحد الرياضه وكان من المحترفين فعطاونا الارض بواحد الثمن اللي كان رمزي حتى بنيناها، وكانوا دايرين بنا غير الناس ديال الابهه اللي كيتسالوا كيفاش حنا جينا وبنينا حداهم وفي ذاك الموقع. ولكن والله الى كل شيء من عند مولانا، كانه مولانا تيجازينا على داك الشيء كله اللي كندوزو منه بلا ما نقولوا اوف. وليت لاباس عليا، لا ماشي مليونيره ولا بالفلوس ولكن بالقناعه، ومقاتلين كاملين من اجل اختي وربي ما مخلينا في حتى شي حاجه. تقدروا تسولوا على بنت اختي فين هي؟ لما تزادت الحبيبه ديالي جبتها لعندي للدار سكنتها معايا قبل ما تخرج اختي من السبيطار، وبدات هنا معاناه وحده اخرى. راجلي تيحرشوه واش انت مقابل البنت وبزاف عليك وماشي مسؤوليتك وهي راه اختها ونانانينانانا. هو قال لي شوفي يا فاتين حنا قابلين على اختك حيتاش مريضه وانت اللي مكلفه بها، ولكن البنت فاتي راه ما عندناش كيفاش نديرو ليها، غا ولدك وما زدتيه بزز صيفطيها للمغرب عند ماماك تقابلها. غير هو قال لي هاد الكلام راه بحال خشي ليا شي جنويه في قلبي. ديك البنت طاحت على قلبي كيف قطره العسل، كان حماق عليها وكانه الدواء اللي كيطيب ليا جرحي. كيفاش تنفيق وتنمشي نجري ونشوفها باش نفرح في ظل المعاناه والالام؟ فاش قال لي هكاك ما بغيتش بقى فيا الحال، وقلت ليه يا تقبل عليا بهاد المشاكل كامله وبختي وبنتها وكل شيء يا صافي كل واحد يمشي من الطريق. لا ما يمكنش عافاك فاتين ما تجبديش معايا الفراق، وليني راه البنت تمشي عند باها. انا كنت مصممه انه البنت تبقى عندي. راجلي غادي يفكر حتى عيا، وبقينا شي ليلات ما كندويوش، وشافني بلي انني مصره على القرار ديالي فتقبل الوضع انني ندير ليها الوريقات اللي ما غادي يديرهم ليا غير بزز، واللي باش نفصل لكم عاوتاني هذه المرحله خاصني حلقه غير بوحده. المهم دازت عليا لا مع الدوله اللي كذبت عليهم بلي انا اختي ما مزوجاش وحلت، ولا مع راجلي. المهم قديت ليها وريقاتها والباسبور ديالها حتى دازت 8 شهور والبنيته كبرات شي شويه وشدت راسها، وحتى والديا حرقت ليهم الفيزا حيت كنت محتاجه ماما وعلمتها كيفاش تعتني باختي، وها هما قرروا باش انهم يمشيو المغرب. غادي يمشيو وداو البنيته وتبعتهم لانني ما قدرتش نفارق ديك البنيته اللي ولات بنتي. غادي نعاودو نرجعو وكثر عليا الشغل، وخصوصا انه الدار كبيره والدراري تبارك الله اربعه ببنت اختي وانا عليا بزاف ديال تماره. فقلت لها انه يجي راجلك ونتعاونو نكري ليكم تنعسي معاه بالليل قبلك والصباح نجيبك نتكلف بيك بكل شيء
السيد فاش قلتها ليه فرح وقال واخا، وعاوتاني هاد القضيه غادي تاخذ لي عام باش انني نجري على دوك الوراق اللي كانوا كيرفضوهم ليا زوج ديال المرات وما تيقولوش لي علاش. من بعد 7 سنين ولا اكثر من المعاناه ومقاتله وكنخلص من جيبي على اختي، واحد المساعده اجتماعيه اقترحت عليا انني ندفع باش انني نولي نتخلص على اختي شهريا. درت هاد القضيه ونجحت ليا. اختي بقات كتعاني، رجع ليها المرض وبشده، وبدات تقول لي تمنيت انني نبقى في الحياه حتى نسمع بنتي كتقول لي ماما، واليوم هاني سمعتها شحال مازال قدني انني نزيد في هذه الحياه. صافي انا راه كنحس بلي قربات وقتي. لا اختي ما تقوليش هكا، طول عمرك ان شاء الله، راه ماشي المرض اللي كيقتل اختي. البنيته غادي تضرب، البنيته دارت 4 سنين ومشاو عطله اختي وامي وبنتها للمغرب وتبعتهم من جديد. بقات ليها 8 ايام ترجع لعندي باش يسالي لا كونجي وترجع لعندي. هذيك 8 ايام انا جيت السبت 2 ما فقتش ليهم اختي، باتت موضيه نعسه. بدات بنتها الصغيره كتقول لهم انا نفيقه، انتم ما غاديش تعرفوا تفيقوها. داوها الكلينيك، شويه تليفوني تيعيط الو الو اختنا راه ماتت. الله اكبر، تضرب لي راسي مع الحيط وقطع ديك الساعه الطياره ومشيت بلا هوايه. اختي اللي كانت منساني ورغم هادشي كله كنت نخرج غير بها، حتى ولات اختي بنتي بقوت ما هي ضعيفه. كنت نحطها فوق مني، واذا بغات غير تنعس كنحطها في حجري. حسيت داك النهار بحال تحيدت ليا شي حاجه من النص ديالي. داز العزو وداز كلشي بخير. فاش مشيت غادي نقرر انني نجيب معايا البنيته نربيها معايا، وبا كان ضروري انه يجي حتى هو معايا باش انني نجيبها. ما هضرتش عليه بزاف لانه كان حاضر غائب، حيتاش انا ما عندي حتى شي صفه قانونيه باش انني نجيب ديك البنيته. جبتها وبقيت طالعه هابطه ودرت ليها الكفاله. البنت اليوم عندها 13 سنه، واللهم ولك الحمد ولك الشكر كثيرا طيبا مباركا فيه. راه الفرحه اللي فرحنا بديك البنت ربي اللي علم بها، واخا كانت تعذبوا في شي حوايج، ولكن انا تيبان لي بلي انه جزاء مولانا عطاه ليا في هذه الارض. الحمد لله انا والبنيته معايا، شديتها وبا ما تعرفها والو نهائيا. اذا جا مره في شحال كيديها الماكدونالد وكيلوحا تما هي وبنتي اللي كتمشي معاها كترافقها وهو كيمشي مع صحابه. وقعوش لا حوايج اللي خلاو العلاقه ما بيناتنا اثناءها تتوتر، ولكن هو ما تيعرفش يحافظ على علاقته ببنته. وانا صراحه ما تنحاولش انني نبين ليها باش ما عمرها ما تحس بشي فراغ. واذا كانت اي مناسبه ضروري كنعيط على باها، واخا يكون كيف ما بغى يكون، واخا يديرها كحله زحله ما تنديش عليه على وجه اختي وديك البنيته. الحمد لله انا ربي عطينا من فضله، ولكن هو فشي دخول مدرسي ولا ديك ليزاكتيفيتي اللي كندير ليها ونخلص عليها ولا اي حاجه ما تيعرفش يقول ليها هاكي عطي لماما كدير لك بها شي حاجه. ورغم انه ميسور جاس كان هنا في اوروبا وخدم وتزوج ومرتو باقا في المغرب مازال ما جابهاش، ولكن لا حياه لمن تنادي. تخيلوا معايا انه الناس ديما وقت ما شافوني تيقولوا لي فلان الله يعمرها دار، صبر على الموت ديال اختك 8 سنين عاد غادي يتزوج. وانا كيف ما سترات اختي في الحياه ما بغيتش انني نفرشو حتى ماتت. اما هو راه ما بغاش يتزوج بعدا حتى شد لاكارت نتاع 10 سنين ما كانوش كيبغيو يعطيوها ليه، حيت اختي فاش جابته لهنا عاشت ومات وما كانش مصاوبه اوراقها. هو منين جا بقى كيخدم ولقاني مسجله في اللغه وفي دي فورماسيون باش انه يدير واحد الخدمه اللي غادي تخلص فيها الدوبل تاع داكشي اللي كان تياخذ في المغرب. المهم الناس ما تعرفوش البواطن ديال الامور، ولكن ما تيهمش لانه بنتي معايا اليوم وسط خوتها. لكن اللي نستخلصوه من الحكايه ديالي وهذا الشيء كامل هو انه من بعد ما ماتت اختي خلاتني تعلمت حرفه وليت ايد سوانيونت، ودابا خدمت في واحد الجمعيه وراجلي يسر عليه مولانا ودار شركه صغيره ديالو ولله الحمد. مولانا جزانا خير جزاء وما خصنا حتى شي خير، وانا مصره انني نشد في خدمتي من اجلي ومن اجل دارنا انني نعاونهم لانهم كبروا في العمر. راجلي ونعم الزوج لانه صبر لي علاش لا حوايج اللي ما يمكنش. تزوجت به وكنت كنظن انه لا يمكن تزوج به، كيفاش قبلت عليه ما عرفتش. ديما كنت نقول يا ربي شنو الحكمه من هذا الشيء، لكن في اخر القصه كنفهم بلي انه الحكمه من هذا الزواج وبالضبط من هذا الرجل، انه شكون كان غادي يقبل على اختي مسكينه 10 سنين والزياده ويقبل انه يتكلف بها ويعاود انه يخليني نتكلف ببنيته ديالها بكل شيء كانها جزء منا اللي تنحماق عليها. والله ما كنت غادي نلقى شي زوج بحالو. والحمد لله منين دزنا من هادشي كله غادي تزيد توطد العلاقه ما بيناتنا. ورغم كل شيء من حكايتي بغيت نعطيكم الامل، بغيت نقول لكم بلي انا وسط المحنه كتجي المنح كبيره من عند مولانا، غير ما نفقدوش الثقه. اذا شطاتكم هاد الحكايه اي واحد سمعها بغيتو انه يدعي مع ولدي الكبير اللي اليوم عنده 21 سنه يولي يصلي ليا لانه ولا كيعكز عليها، ويحفظ ليا مولانا وليداتي. وهذه هي حكايتي.
وهذه يا سادة الكرام هي كانت حكاية فاتن، حكاية ويا لها من حكاية. ودابا شوفوا معايا ربي كيفاش لطف بها وكيفاش مقاد الأقدار على حساب اختها. شوفوا كيفاش ورغم الدراسة ورغم بزاف ديال الأمور كيفاش ربي قد كل حاجة في بلاصتها باش أنها تستقبل اختها في الخارج وتوقف معها لسنوات وتجيب لها بيبي وتموت وتخليه لها أمانة في عنقها اللي غادي تعيشها اليوم حياة كريمة وسط هادشي كله. ورغم المعاناة ربي سهل عليها وما خلاهاش وسط هادشي كله، كان لطيف بها وكان رحيم بها، ومن هذا الشيء كله خلاها انها تعلم خدامي بزاف اللي اليوم كينفعوها في مستقبلها. من هذه القصه بغيتكم تستنتجوا باللي انه ربي ما تيخليش العباد ديالو ورام قساوه الظروف، ربي مع الجميع واللي دار ربي بين عينيه ديما تيربح ولو يكون في وسط البير. هذه هي كانت حكايتنا اليوم، حكايه كلها تفاؤل. كنتمنى انها تكون نالت اعجابكم. ما تنسوش انكم تخليو تعليق جميله لفاتن انا تقراها وتفرح بها. ولكن قبل ما تنسوش انكم تقولوا لي كي جاتكم هذه الحلقه صوت بدون صوره. دمتم في رعايه الله وحفظه، نتلاقاو بعد غدا ان شاء الله. سلام سلام.